اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا مستمرين في التغطيه الخاصه عبر برنامج الاهلي في المونديال، وكل دعواتنا ان شاء الله باذن الله رجال النادي الاهلي يقدموا صوره مميزه بكره، ابذلوا كل مجهودكم، والنتيجه دي موضوع يعني بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن في النهايه انتوا بس ابذلوا المجهود وكل شيء ان شاء الله النتيجه دي يبقى جماهير النادي الاهلي ممكن تسامح فيها لو في مجهود، ولكن ممكن نكسب ان شاء الله. طبعا الكلام خارج من المنطق للا منطق، لان بالتاكيد والله احنا حاسين ان الظروف صعبه جدا، ومش عايز احط ضغوط على الفريق، فبالتالي احنا عايزين يلعبوا بدون ضغوط لان الظروف كلنا عارفينها، ولكن باذن الله تكون روايه نحكيها ان شاء الله. لكن من ضمن الروايات اللي بنحكيها في كاس العالم للانديه كان شاهد عليها مستر مانويل جوزيه، ومستر مانويل جوزيه كان معاه مترجم شهير جدا الكابتن احمد عبده المعلق حاليا بقناه بين سبورتس. اهلا بحضرتك يا كابتن معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. السلام عليكم، تحياتي ليك يا احمد، تحياتي يا محمد، وموفقين دايما ومنورين شاشه قناه النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن، عايز اقول لك قبل ما ندخل في موضوع مونتري والمكسيك وكاس العالم للانديه، انا سمعت عنك خبر كده ان انت دخلت التعليق باسم مستعار، الموضوع ده حقيقي ولا ايه؟ على قد في البدايات كان في مسابقه وكنت داخلها باسم مستعار، نعم، وعلى اساس انه يعني حد صديقي كان قال لي خد التجربه، فدخلت وبعدين حبيت الموضوع يعني لقيته افضل من الترجمه. لا لا، بص انا اشتغلت حاجات كتيره، يعني انا في حياتي اشتغلت حاجات كتيره، لكن كنت دايما العشق والحب كرة القدم. أنا معايا بالنسبة للكرة اشتغلت فيها سنين كتير، لأن كان نفسي أبقى لاعب كرة محترف، لكن كانت الظروف ما سمحتش إن أنا أكون لاعب كرة محترف. حتى بره مصر لعبت ولكن على مستوى الهواية، ولغاية دلوقتي لا زال ارتباطي بكرة القدم أكبر من أي شيء. أول شيء بالنسبة للترجمة مع مستر مانويل، طبعا كان الدور أكبر من الترجمة، أنا كنت لي أدوار تانية في الفريق، ويمكن من أول الناس اللي كانت اشتغلت على التحليل المنافس ومراقبة الفرق المنافسة بالدي في دي، كان زمان معلومة طبعا جديدة بالنسبة لي دي نعم دي معلومة جديدة بالنسبة لي يا كابتن. ممكن كمان تسألوا فيها الكابتن حسام بدري اللي فيما بعد أصبح طبعا مدرب النادي الأهلي وكسب. فكان التحليل كان زمان بالفيديو، يتفرجوا على ماتش 90 دقيقة، إنما النهاردة أنا شايفكم ومتابعكم، وانتوا بتقولوا طبعا حاجات مميزه جدا عن فريق مونتري، جبتوها بشغلكم وبتعبكم. فكان زمان الامور صعبه لان كان لازم تشوف فيديو كاسيت، مش حتى بعد كده في طلع الدي في دي. احنا بنتكلم على اكثر من 20 سنه عدت، اكثر من 20 سنه، بنتكلم سنه 2001. بعد كده في طلع طبعا سوفت ويرز، وطلع حاجات كثيره بتساعد اللعيبه على تطوير الاداء. طبعا. في الامارات كنت مساعد مدرب في الامارات، وكنت محلل فني. طبعا يا كابتن. من حبي لكره القدم انا معايا الرخصه الاسيويه البي، وان شاء الله السنه دي بعمل الايه ان شاء الله. طيب، بمناسبه بقى حب حضرتك للتحليل وشغفك بالتحليل والفيديو، حضرتك فكرتنا بكابتن محمود الجوهري وايام الفيديو، عايزين بقى نروح لمباراة مونتري والأهلي. شايف المباراة ازاي في ظل الظروف دي، وانتوا مريتوا بظروف كتير جدا، الأهلي كان بيروح المونديال وكان في البداية طبعا يعني بتقابل فرق هي أعلى منك أحيانا فنيا، فأنت شايف الوضع ازاي كمان وانت بتدخل المباراة بظروف صعبة جدا؟ طيب، أنا عايز أقول إنه في فرق، حتى في فجوة تاريخية، يعني احنا في فترة من الفترات الكرة طبعا كانت اقل بكتير من عن مستواها الحالي، يعني زمان كان في مشاكل تتعلق ب عارف ثقافة الاحتراف ما كانتش موجودة بالقدر الكافي، يعني كنت تلاقي لاعب بيجيد وبيلعب في مباراة بشكل رائع، يجي المباراة اللي بعديها ما يعملش أي حاجة على الإطلاق. دي ثقافة الاحتراف وثقافة إنك دايما تبقى تبحث عن الافضل والافضل والافضل. حاليا الامور تحسنت،
وبقت افضل، وبقينا نشوف في لعيبه فكرهم الاحترافي بقى افضل بكتير، بحيث انه بيحافظ على نفسه، بيحافظ على اكله، بيحافظ على لياقته البدنيه، بيحافظ على ساعات نومه. الامور دي كلها بتوضع في الاعتبار الان. يمكن عشان برضو المقابل المادي اللي بيحصل عليه اللاعبين حاليا اعلى بكتير من المقابل المادي اللي كانوا بيحصلوا عليه زمان، وبالتالي الامور اتغيرت. لكن النادي الاهلي في النسخه دي بيمر بظروف غايه في الصعوبه، حتى يمكن القرعه لم تكن رحيمه بالاهلي، لانه فريق مونتري فريق محترم، فريق منظم، فريق بيمتلك طبعا راس حربه مميز جدا، روخيليو وفونس موري. حتى في المباراه اللي فاتت اعتقد الدوري المكسيكي سهل انك تشوف اي مباراه على اليوتيوب، لو شفتوا الاداء امام كروس اسول لما كان الفريق متاخر 2-0 ومطرود منهم واحد، رجعوا في الوقت المحتسب بدل من ضيع المباراه، مش هدفين بلس 90 و بلس 90 الهدفين، حتى اللي جاب جول التعادل سيزار مونتيس وراح وتمركز على القائم البعيد، في شغل بيتعمل طبعا شغل عالي جدا. فالمستوى المستوى ده اعلى بكتير من المستوى بدلاء النادي الاهلي بكره هيلعب بالبدلاء. لكن في نقطه مهمه جدا ممكن تصب في مصلحه النادي الاهلي، وهي فارق التوقيت. وفارق التوقيت مهم جدا، انه النادي مونتري الجيت لاك او الساعات، عارف الساعه البيولوجيه بالنسبه له هتكون دي ممكن تاثر على اداء اللاعبين. نعم تاثر كتير كمان، على سبق واثرت على اداء ناس لما كانت البطوله بتقام في اليابان او في المغرب. فهنا دي نقطه ممكن تصب في مصلحه لاعيب النادي الاهلي. ما انصح به طبعا هو الالتزام، الالتزام والتنظيم، لانه النظام زي انا بستغل الفرصه وببارك طبعا لمنتخبنا الصعود للنهائي، وان شاء الله البطوله نجمه تامه تكون من صالح مصر. هضرب مثل بكارلوس كيروش اللي هو عاشق الالتزام، عاشق الالتزام. النهارده منتخب مصر لعب 3 نهائيات في البطوله دي من الدور ربع نهائي، من الدور 16 دور ربع نهائي، كوتيفوار المغرب الكاميرون، 3 نهائيات ولعب وقت اضافي. ازاي وصلنا للوقت الاضافي في الثلاث مباريات، وازاي وصلنا ركلات الترجيح في مباراتين قدام، وطبعا بظروف اصعب جدا، اصعب ظروف في تاريخ بطوله امم افريقيا. الظروف دي سوء ملاعب، سوء اقامه، سوء البنيه التحتيه، مش عايزين نتكلم لانه هي دي هم بيقولوا دي امكانياتنا، لكن دي أسوأ نسخه في تاريخ البطوله على الاطلاق. فبرغم الظروف دي كلها بالالتزام وبالنظام اللي لعب بيه كارلوس كيروش، منتخب مصر وصل المباراه النهائيه، وان شاء الله ان شاء الله النجمه التامه تكون من نصيب منتخبنا. فما انصح به هو الالتزام، الالتزام هو اللي هيصنع الفارق. في نفس الوقت احنا عندنا برضو لعيبه كويسه، لعيبه كوره كويسه، مصر بلد ولاده طبعا، كلنا ورا المنتخب، لكن ان شاء الله بالالتزام فقط تستطيع التغلب على الظروف الصعبه اللي ممكن تواجهك في البطوله دي. وعايزين نشجع طبعا اولادنا ونحفزهم ونقول ان دي مباراه انزلوا استمتعوا بيها، العبوا كره قدم، وكل واحد فقط في يثبت انه لعيب كويس داخل المنظومه وداخل الاداء الجماعي، لانه اللي كان بيميز ما كان يميز الاهلي وما يميزه عن اي نادي الاداء الجماعي والروح الجماعيه اللي بين اللعيبه. فرديات احيانا المنافس يكون افضل منك، لكن الاداء الجماعي هو اللي بيكسب في النهايه. ونرجع لتصريحات بنصر ابو بكر امبارح لما اتكلم على الاداء الجماعي لاعبي منتخب الكاميرون، وانه لم يكن في افضل حاله فيما كان في منتخب مصر هو الافضل. مريت في فتره وجودك مع مستر مانويل جوزيه بظروف صعبه زي دي، لما كان عدد كبير من اللاعبين ممكن يكون غايب للاصابه او لاي ظروف اخرى، كان التعامل بيتم ازاي مع الفرقه في التوقيت ده، والثقه ازاي بتكون بتمنحها او بيمنحها مستر مانويل جوزيه للاعبين من ناتج خبرتك وقربك من مستر مانويل جوزيه؟ طبعا في تاريخ النادي الاهلي مشاكل كتير، في فتره من فترات الاهلي ما كانش عنده راس حربه، يعني اصابات لكل اللاعبين، عماد متعب، اسامه حسني، كابتن عماد، كابتن اسامه، الكباتن احيانا كانوا تعرضوا لاصابات، وبالتالي
كان بيتم التعامل مع الظروف دي بإعطاء ثقة وبإعطاء معنويات لأي لاعب بديل. وكان كل أمانة في فترة من فترات قطاع الناشئين برضو كان دوره جميل، بس القصة برضو بترجع برضو للعين الخبيرة، انك تشوف اللاعب المميز وتديله الفرصة وتراهن عليه. يعني دي مش أي مدرب برضو يعملها. مدربين كبار جم في تاريخ النادي الأهلي، مدربين كبار وما كانوش برضو كانوا بيخافوا انهم يدفعوا باللعيبة الناشئين دول ويدوهم الفرصة. فأنا أتمنى انه أي مدرب يكون عنده الشجاعة الكافية انه يلعب واحد عمره 18 سنة. ما شفنا كيروش وتعامله مع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يعني بالعين المجردة لو شفته في تمرينة مستحيل انك تقول عليه ده ما يلعبش الا اساسي في فريق زي النادي الاهلي. لكن على اي الاحوال ايا كان الرؤى وايا كان وجهات النظر الفنيه، بنشوف المدربين الشجعان دول، المدربين المميزين عندهم يعني ما بيفرقش معاه مين اللي يلبس التيشيرت ومين اللي يلعب الاساس، لا اديله الفرصه ولعب. وقدم لنا بالفعل درس موضوع محمد عبد المنعم، كذلك اللعيبه اللي تألقت مع منتخب مصر وهي ما كانتش احيانا واخده فرصه في انديتها. حتى ابو جبل ما كانش اساسي لفتره قريبه في نادي الزمالك، النهارده ابو جبل بطل، واخد بالك؟ فهي دي الفرصه اللي لما تجي لك الفرصه امسك فيها بايديك واسنانك. الفرصه اللي انا برضه بطلب لعيبه النادي الاهلي بكره ان شاء الله، ما تجي لك الفرصه امسك فيها بايديك واسنانك، لانه كاس العالم للانديه ده مراية. انت ممكن تعرض خدماتك لكل العالم في كاس العالم ده، صحيح، داخل منظومة الاداء الجماعي اللي بتميز بها النادي الاهلي، وداخل طبعا الامور الاخرى واللي احنا بنطالب بها دائما، الصورة الظهور بالصورة المشرفة، الاخلاق اولا، كل الحاجات دي. ونتمنى التوفيق ان شاء الله للشباب بكره ان شاء الله. كابتن احمد، اخيرا جمهور النادي الاهلي النهارده عمل هاشتاج تصدر تويتر بيقول للاعيبه الاهلي نحن نثق بكم. جمله اخيره للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه مونتيري اللي باقي عليها ساعات فقط، تحب تقول لهم ايه؟ بحب انا شخصيا بقول لهم انزلوا بكره ان شاء الله، استمتعوا بالاداء، كل واحد يستمتع بانه بيلعب مباراة زي دي في بطولة زي دي في ملعب جميل في بلد جميل، وكلنا وراكم سواء ان شاء الله كسبنا او خسرنا، معاكم ان شاء الله للنهاية، وان شاء الله الجايات اكثر من رايحات الاهلي. يعني دي المرة الثامنة اللي هيلعب فيها في كأس العالم للأندية، والجاي افضل باذن الله، وكلنا ورا منتخبنا برضو اللي بياتي في المقام الاول. شكرا لكم، بنشكر حضرتك جزيلا، وكلنا وراكم، كلنا وراكم، كل جمهور النادي الاهلي وكل من عمل بالنادي الاهلي يا احمد، وكل منتمي بيقول للاعبين دول جمله واحده بس، كلنا وراكم وكلنا واثقين فيكم ان شاء الله ان انتم تقدموا لنا يعني ما يليق بتيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليفكم، وان شاء الله نقدر نقدم مباراه قويه، مباراه ممتعه، مباراه رغم الظروف تكون نتيجتها باذن الله لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. انا احمد منتظر ان احنا نحاول بكره، وهو ده عهدنا بلعيبه النادي الاهلي ان احنا نحاول. تاريخنا فيه كتير، مش عايزين نسترجع معاكم وقائع، لان فعلا تاريخ النادي الاهلي فيه ملاحم. اللي حابب اقوله لكل لاعب هيكون مشارك بكره، جمهور النادي الاهلي اداك الثقه واداك الدعم، وفكره ما دمت احلم فانا حي دي لازم تكون في عقليه كل لاعب. احلم انك تقدر تكسب، احلم انك تقدر تروح لابعد حته في البطوله، لان انت لابس تيشرت اسمه تيشرت النادي الاهلي. كده يا فارس، انا عايز اوجه رساله خاصه لعلي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي بكره ان شاء الله. كالعاده حارس المرمى هو نصف الفريق. جينا في الموسم الماضي كانت ظروف صعبه جدا، كنا ناقصين 6 لاعبين اللي لعبوا نهائي القرن امام نادي الزمالك، وكنت انت الحارس، وكنت انت كلمه السر في المباراه. قدرنا نفوز عشان علي لطفي قدر يتصدى لركله جزاء، واثقين فيك، واهم من ركله جزاء كان في كره خطيره جدا قدرت تتعامل معها بشكل مهم جدا. حاول تركز اكتر، كن في مستواك اللي انت ظهرت بيه امام نادي الزمالك الموسم الماضي، صدقني التاريخ ممكن يتكتب من مباراه في كاس العالم للانديه، صدقني تساوي كتير جدا جدا.
كل التوفيق ليك ولزمايلك بكره ان شاء الله. النادي الاهلي بكره بدون 10 لاعبين او اكتر من اللاعبين الاساسيين والمهمين في النادي الاهلي هيكون من غيرهم في الملعب. النادي الاهلي كمان بكره بدون مدربه بيتسو موسيماني، بس النادي الاهلي معاه حاجه مهمه جدا وهي دعم وثقه جمهوره، ودي اللي ممكن تعوض حاجات كتير جدا. اعملوها وفرحونا وصدقوني في اي حاله تانية هنفضل وراكم، هنفضل ندعمكم، لان مشوارنا معاكم كبير مش بس مباراه. ان شاء الله الاهلي بكره منتصر، وفي كل الاحوال سنظل نعشق النادي الاهلي وعلى الحلوه والمره معاه. سلام.